الاهلي والترجي ولا كان الاهلي وصن داونز احسن؟ أه والله مش فارقه، لكن الاهلي والترجي كده خلينا ننبسط بالماتش اكتر، يبقى في سخونيه اكتر. أه يعني دايما الاهلي والترجي ماتشات كده كلاسيكيه زي ما بيقولوا، صح. أه بتبقى فيها بعض العنف، بعض أيوة، السخونه. بس انت كان بالنسبه لك الافضل الاهلي في النهائي الترجي ولا صن داونز؟ صن داونز الافضل له كان يلعب صن داونز. اه صن داونز الموسم ده مش زي المواسم اللي فاتت خالص. احنا بتبقى في مع بص مع شمال افريقيا حاجه ومع بقيه القاره الافريقيه حاجه ثانيه. شمال افريقيا بيلعبوا كوره قريبه مننا شويه، عندهم نفس الطموحات، عندهم نفس الامكانيات الى حد ما، متطلعين جدا لاوروبا، فيعني قريبين من اوروبا، عندهم لعيبه كتير جدا. ففي نفس الوقت بتبقى صعبه شويه لانهم بيلعبوا نفس طريقتك شويه، حتى في الحماس وفي لما تحس ان في بقى شد في الملعب وبقى في بعض العنف، نفس الاسلوب. الافارقه الى حد ما ممكن يكونوا اقوياء، ولكن ما عندهمش حته العنف بتاع شمال افريقيا على فكره، ما عندهمش نفس العنف ده، وعنده عنف على الكوره. انما شمال افريقيا ممكن عنف بره الكوره شويه، يبقى في بعض المنافسه، يعني المناوشات اللي دايما وطبيعي جدا انها تحصل في الكوره، طبيعي تحصل جدا يعني. كابتن تامر انت شرفت ونورت، ودايما الحوار معاك المفروض ما يخلصش يعني، بس يعني حلوين شويه الوقت الحلوين دول. اشكرك يا كابتن، مبسوط كنت معاك وربنا يوفقك، وانا مبسوط اني بكون معاك وانت بتعمل برنامج حلو كده وهادي وراسي، بحب اتفرج عليك. يا رب يخليك، ربنا يوفقك كده دايما ان شاء الله. يا رب دايما اشوفك على كل خير يا رب. شكرا. ختام حلقتنا النهارده من رقم 10، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، اشوفكم يا رب على الف خير.